قبل ما تتسرع في اي خطوة تقوليها، يعني ما تحطيش في بالك ان انت لما انسان يكون محتاج عند شخص تاني حاجة، والشخص التاني ايضا محتاج حاجة ويحط حد، حتحس في كلامي انا كلامي ده. بكرة ان شاء الله ما يصير لك الموضوع، لما تحتاجي حاجة عند شخص والشخص ده يعني مش يعني ما يتعاونش معك فيها، حتعرفي قيمة الأنانية اللي انت عملتيها. أنانية اللي أنا عملتها؟ لا يعني مش أنانية، إن أنانية لؤم، لا 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 أنانية تانية، يعني مش أنانية الخبث. لا مش فاهمني، ده اللي بيأثر فيني، مفيش حد فاهمني. لأنك أنت ما أعطيتني مجال إن حد يفهمك يا أنت طه. بتفهم اللي أنت عايزه. لا مش أنا بفهم، لأن أنا فاهم لكن اللي أنا أنت حد عايزه يفهم يا طه. طهرة؟ صعب إن حد يفهم أقسم طهرة. بالله يا طهرة أنا فاهمك زي ما فاهم ندى مية. والله لا يا طهرة لا أقسم بالله لا، يا طهرة في حاجات ما ينفعش تسألها مني. أنا عارف. عارف. وصعب عليا إن إيه؟ أنت بتقول لي حاجة وأنا مش عارفة أقول لأ يا عزوز كذا وكده كده وكده وكده، ما أقدرش. قلت لك مليون مرة يا طهرة خلينا نحكي في الأول وأنت ما قلتليش. أنت اللي عزوز بليز، أنت أنا اليوم أنت قاعد هنا، أنا هنا، سلطان هنا، أنت هنا، مغربي هنا، أنا هنا، سلطان مثلا يعني. تقدر تقومي يا عزيز، عايز أكلم. أنا أحيانا أنسى. وانا احيانا انسى، وخصوصا انا اليوم شفتي دي؟ انا نوميني، انا نوميني. خلاص مره ثانيه اللي طلعت انا نوميني تعالي انت كلمي، لو انت طلعت لا انا حاجه كلمي. لا انا قلت يا طهره صدقيني عشان انا فاهم انا بقول ايه. اوكي فاهم اللي انت بتقوله وانا كمان فاهم اللي انا بقوله. انا فاهم، انا مش حاطه حدود، انا مش عايزه اتكلم مع ناس، لما اتكلم مع الناس دي ناس تانية قريبه منهم قريبة منهم تزعل مني لأني جربت وزعلوا مني. لأن الناس اللي دول أنا فاهم يا طه، أنا اتكلمت خمس مرات معدودة أو ست مرات مع أشخاص، جملة جملتين، طهرة أنت كذا 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 وأنت وأنت كذا كذا وأنت كذا كذا. بس الأشخاص حاجة دول يا جماعة مش حيزعلوا. إيه؟ القريبين مني هالمرة دي مش حيزعلوا، أو قريب من الشخص أو أي حاجة من الحيطة. أنا أعرف كل حاجة يا طهرة، أقسم بالله يا طهرة وبالنعمة دي أنا أعرف كل حاجة. قلت لك قربيني، أنت قربتيني في شغلة وأنا عارف. بص إيه؟ بس أكيد بيني وبينك أكيد عيب. أكيد عيب. جت عندي قالت لي أنت بص، انت ركب الجمله دي في دماغك، ممكن انا يعني انه ركب الجمله دي. انا اصلا بالنسبه لي الشخص ده هو ابعد شخص عني. بس اقول لك حاجه يا طه، ده ابعد شخص عنك؟ مين؟ تاني اسم قلتي؟ اخر اسم قلتي؟ مجدي. ماله؟ هي قالت ان انت لا مش ما لا قالت لي انا انت لا ما بعتقد شيء. هي قالت لي انه فلان وفلان 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 بيقولوا لي كذا كده. قلت لها بصي، احنا في مكان لازم نتعرف فيه على بعض. انا لما خطيت خطوه ان الشخص ده بعيد عني، حاولت ايه فلان كذا 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 كذا، يعني عادي نضحك وايه. تعالي اسالك سؤال، اوكي اسالي كذا كذا كذا، قالوا لي اوكي. لا انا حاولت ابرر بس ما فهمت. اوكي انت وطلع ها عزوز؟ لا اوكي اسمع، ودل يعني شفتي انا قريب منك ما عرفتش لو كان ايه او لا، لانك انت مش حاطه
ازاي يعني مش حاطه؟ ما فيش حاجه عشان احطها. مش حاطه انه مش قصدي هيك، انه مش محدده. مش محدده ليه؟ انا بتكلم مع كل مش يا حصان، مش محدده ان ده صديقي. اوكي معلش. يعني مثلا أوكي. مثلا مثلا انا بحب فلانه، انا بموت بفلانه، بحبها وهي بتحبني، ما ينفعش ان انا اروح مع فلانه واضحك وانا مع فلانه، فايضا في فلانه لازم احس فيها. لا انا وفلانه مين دي؟ انا قلت مثال، افهمي، ما تفكريش بالكلام اللي انت عايزته يعني، بليز افهميني. اوكي يا ما تبقيش حصان. يا حصان انا وفلانه. اوكي اوكي، لو انا الفلانه دي حبيتها وهي بتحبني وانا حبيتها بجد، ما ينفعش اروح اضحك مع فلانه كتير ومش حاطه. لازم احدد، دي مثلا حبيبتي، دي حسبه اختي، دي صديقتي، دي قريبه لي، أوكي. دي اشتكي لها، مش كلهم اصدقائي وكلهم زي المعامله كده، بيضيع الواحد. فهمت قصدي في كلمه مش